عاصم بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم زرنا معرض الغيث الهندسي مختص بأجهزة التريلات والكوسرات، يا لو سنة نتشرف به، وحبينا نطلع على الأجهزة مالته. طبعا الأجهزة مالته كل زينة وبيها ضمان حقيقي من شركات جيدة جدا، فحبينا يكون زيارتنا وياها معلومات حتى نفيد بها المشاهدين. اليوم نريد معلومات عن فرق بين الأجهزة البروش والبروشلز، يعني اللي بيها فحمات واللي ما بيها فحمات. فهنا الأخ أبو سيف راح يحدثنا عن هذا الموضوع بكل جوانبه. حياك الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. حياكم الله متابعي البيت الهندسي وكذلك متابعي الأخ خالد بن محمود. حقيقة أستاذ خالد إجا قال أنا أريد أقدم معلومة للناس شنو الفرق بين البروشلز وبين الفحمات اللي هي بالأجهزة، إن كان الشحن وإن كان الكهرباء أو الكسارات وغيرها. البروشلز هو نظام حديث اول ما صنعه هي شركه هيرت الالمانيه، واول ما صنعه شركه هيرت الالمانيه طبعا اكيد شافوا بعض المعاناه، اول سنه فاشله، بعدين السنه الثانيه والثالثه الى ان ما شاء الله شركه تركيا بس بروشلز كساراتها وكذلك الشحن، يعني ايش هو هذا التطور. البروشلز عالي بالنسبه لي اشوفه هو افضل من الفحمات اذا كان كامل مواصفات. حقيقة إذا ردت تأخذ بروشلز كامل المواصفات حاليا لا تأخذ إلا من الشركات الرصينة مثل شركة تركي، شركة بوش، شركة ديوولت العالمية. ليش؟ دولة مواصفات عالية. ممكن التاجر يجيب لك بروشلز صيني كامل المواصفات، تعال بابا نعطينا هذا دريل الشحن، ممكن التاجر يجيب لك إياه كامل المواصفات. طيب لا يلا بس هذا صيني حقيقة استيرادي مو دعاية لي، لا والله استيرادي بروشلز دبل بطارية ضمان يعطيني سنة كاملة. ليش؟ لأن هو أنا عربي كامل مواصفات. إذا مرات يجيني بروشلز مو كامل مواصفات لا تكون الفحمة أفضل أستاذ خالد. نعم معطول بروشلز كامل مواصفات هو الأول. طبعا ها بالشحن اللي استفاد منه البروشلز اللي يشتغلون بالبنزين ما بنزين، لذلك يشوفه ما بيخطر. جد حمام لذلك شوفه ما بيقدر. بالنسبة لوقت الشحن، وقت الشحن كذلك إذا الشحن يكون أطول. ليش؟ لأنه ما يستهلك استهلاك للبطارية. والعزم ماله؟ العزم كذلك جيد عالي عالي العزم. والسرعة؟ السرعة هي السرعة ده هنا راح يصير غير كلام. السرعة نعم. هي واحدة نعم. يعني تجيب دريل شحن السرعة مالته 300 ده كامل المواصفات، لازم الكهرباء هم كذلك لازم 300. إذا زادت السرعة فوق الطبيعي راح يقوم يكسر براين، وكذلك بالكسار والكسار التكشير. نعم. يعني قصدي الكهربائيات. إذا تقول لي السرعة أعلى أقول لك ما يصير، يقوم ما يكسر، يقوم ما يقشر، يقوم يقمص. تعتبر خواص معينة. تعتبر هي سرعة واحدة. نعم. الفرق هو نظام حديث وعزم جيد وعطلات قليلة. بس مشكلة بالصيانة مو كلها تعرف الصيانة مالته، يعني
ولهذا هسه مشكله اذا كارت يعطال او دايش حقيقه الكروسلس صيانته اسهل من الخامه. إذا أكو مواد يعني. إذا إلى مواد يعني إذا إلى مواد بس مجرد يشيل الكارت تركب هذا الكارت يقدر حتى أي مواطن يسافر أي واحد يقدر بس إذا ماكو كارت هنا مشكلة هي هاي المشكلة. لذلك أنا سويت قلت لك من جبت الدرايل مالتي هذا لازم تجيب أدوات احتياطية. جبت أدوات الاحتياطية لذلك من أطلب أمان ما أخاف أطلع عندي كارت أقول له تعال ولد أنا أردت لنا كارت خلاص أيوة وهذا الشيء المطلوب طبعا أيوة. ولهذا هسه تشتري جهاز أنت وتتورط به يحترق عندك كارت يحترق به فشيء باطور مالته ماكو أدوات احتياطية فتضطر راح تشتري واحد جديد آخر. فالمفروض من تريد تشتري أي مادة تسأل إذا أنت من ذولا اللي يصينون تقول يابا هاي لها قطع غيار أم غير ما لها قطع غيار تضمن قطع غيار أكيد وسعرها أغلى يمكن من العادي البروشلز اكو فرق لازم اكو فرق حسب يعني الصناعة حسب الشركة حسب التقنية اكو شركة فرق بيها 100 دولار اكو شركة فرق بيها 300 دولار فلازم من تشتري جهاز تعرف بأنه اكو مواد إلى لو لا حتى لا تتورط تشتري بسعر غالي ويصير عطل بسيط وينام على قلبك يبقى الجهاز. بنهاية اللقاء نشكر الأخ أبو سيف على هذا المعلومات وتحياتنا لكم وشكرا لكم شكرا لكم في أمان الله.